مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم الى صدى الاسبوع. نساء تعز يحاولن فتح منفذ انساني لاعاده الحياه الى المدينه. ندوه بعدن حول الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيه. تزايد نسبة المعاقين في اليمن وغياب لدور المنظمات المعنية. في تهما مناطق أثرية تتعرض للإهمال. في إب نازحو تهامة يعيشون أوضاعا صعبة. منطقة الحرور بأبين نائية ومعزولة وأهلها يناشدون. سوق تريم الشعبي قبلة للمتسوقين والزوار. الركلة الصبيحية تراث رقص تعيد إحيائها أسرة في عرس. رغم مخاطر المحاولات، فتيات ونساء من تعز يخترقن خطوط النار في أحد المنافذ لفتح منفذ إنساني لإعادة الحياة إلى مدينتهم بعد فشل المنظمات الدولية والمحاولات السياسية في ذلك. تعز مدينة أغلقت الأطراف المتحاربة منافذها منذ عدة أعوام، زادت من معاناة الحرب بما حملت من طرق واعرة أنهكت المسافرين والسكان العابرين نحو منازلهم الواقعة في وسط المدينة، ما جعل أبناء تعز يبحثون عن معبر إنساني يعود الحياة إلى مدينة أرهقت سكانها بالسفر لعدة ساعات. هذه المبادرة احنا بدأنا بها في شهر مارس 2018، كانت انه هذا أتيح برنامج من قبل مركز الدراسات، يختاروا مجموعة من النساء لاختيار قضية عشان ويدعموهم يكون كتشجيع. طبعا اخترنا 8 نساء داخل محافظة تعز، ترك لنا حرية القرار انه نختار اي قضية حالية في محافظة تعز، وهم يتكفلوا بعملية الدعم والمساندة لنا لأجل الانطلاق بهذا الموضوع. كان احنا كنساء اجتمعنا انه في ظل الحرب 4 سنوات ومعاناة المدنيين، اخترنا موضوع اللي هو فتح الطرق المدينة الرئيسية. منفذ حياة، ما يبحث عنه ابناء مدينة يعيشون معاناة السفر الطويل في طرق وعرة تحمل العديد من المخاطر، كل ذلك من اجل الوصول الى اماكن تبعد عن المدينة بضع امتار ويمكن الوصول اليها في عدة دقائق. فتح المعبر أساسا هو كجانب إنساني، هناك كثير من الأسرة والناس اللي عايشين بالجهة الشرقية واللي هي الحوبان ما يقدروش يتمكنوا الدخول لزيارة أهاليهم داخل المدينة لأمور عديدة، أولا لبعد الطريق وعورته سواء كانت من الأقروض، أيضا التكلفة اللي حاصلة وارتفاع المواصلات بسبب المشتقات النفطية وغيره، أيضا المواطنين يعانوا من الطرق، الكل يعرف طريق الأقروض وعورته وخطورته وكم يا حوادث هناك حصلوا وكم يا ناس توفوا نتيجة أن الطريق وعر وطويل، وأحيانا كان يوقع اشتباك أو يوقع أمطار أو أي أمور تقطع الطريق أو أنه تنقلب سيارة أو دينا أو أي حاجة وينغلق الطريق ويجلس ليومين أو 3. كان هذا هو سبب تحركنا واختيارنا لموضوع الطرق في المدينة. من أجل عودة الحياة، حملت نساء تعز معاناة العديد من المواطنين في مبادرة تبحث عن شريان حياة يسهل للسكان العبور بين شوارع المدينة بسهولة كبديل عن السفر لعدة ساعات في طرق لم تكن موجودة من قبل. تشهد مدينة عدن ندوة علمية حول دور الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في التنمية المستدامة، وتتناول مواضيع الطاقة البديلة والدراسات الجيولوجية والاستكشافات المعدنية والعديد من المواضيع الأخرى. يبقى العلم العصا السحرية الأولى التي تحول المستحيل ممكن وتقصر المسافات المختصرة للوقت والجهد والتكلفة، تقنية الاستشعار عن بعد واستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحقيق التنمية المستدامة.
بنستعرض هنا في الندوة بعض التطبيقات للاستشعار عن بعد في جانب التنوع الحيوي من شمال ميدي وحتى جزيرة كمران. التغيرات اللي حدثت في أشجار المنغروف أيضا الغطاء النباتي وتطوره في المنطقة هذه. طبعا بعدها بنتطرق إلى موضوع القياس درجات الحرارة سطح الأرض اللي ممكن نستفيد منها في توليد الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية السولار إنرجي. بعدها بنتطرق أيضا لموضوع الجيو حرارية وهي المكامن الحرارية تحت السطح اللي ممكن برضو تفيدنا احنا في إنتاج الطاقة. طبعا هذه البدائل للطاقة النظيفة والرخيصة. بعدها طبعا بنتطرق إلى موضوع الجيولوجيا والتخريط الجيولوجي. طبعا هذا يفيدنا احنا في استكشاف الموارد الطبيعية والمعادن وأيضا كيف ممكن نستخدم الاستشعار عن بعد كأداة في استكشاف الثروة المعدنية في اليمن. تخلق تقنية الاستشعار عن بعد فرصا لمعرفة مدى التغيرات التي حدثت في المناطق المراد معرفة التنوع الحيوي الخاص بها، حيث تعطي الأقمار الصناعية صورا بتواريخ مختلفة توضح مدى التغييرات التي حصلت خلال الفترات المتباعدة، كما تعطى معلومات عن توزع مناطق الثروات في مختلف المناطق، حيث تعمل على تفسير وتحليل المعلومات. الصورة الفضائية ممكن تحللي منها عدة يعني تحلليها وتعطي لك تفسيرات في جانب الزراعة والغطاء النباتي، في جانب الأمراض الخاصة بالنبات، في تصنيف النباتات أو المحاصيل الزراعية، في وضع استراتيجيات للمياه مثلا في إنشاء السدود، في استكشافات المياه، في البحث عن الثروة المعدنية والغازية والنفطية، في حاجات كثيرة. أنا أسمي الاستشعار عن بعد هو يعني علم فلسفي يعني شامل لكل النواحي الاقتصادية واستكشاف. مرورا بهذا السياق، أقامت جمعية منتسبي الجايكا ندوة علمية ألقاها الخبير عبدو سعيد المقطري، حيث حضرها كبار من علماء الجيولوجيا في الوطن. تم من خلالها استعراض ونقاش التنوع الحيوي في جزيرة كمران وبعض الجزر والسواحل المقابل لها، والتغييرات التي حصلت خلال الفترات المتباعدة من رعي جائر لأشجار المنغروف والاستفادة من الطاقة الشمسية ودراسة الغطاء النباتي وإمكانية تطبيق معطيات الأقمار الاصطناعية في رسم الخرائط الجيولوجية والتي هي أساس الاستكشافات المعدنية وتطبيقات البحث والتحري عن المعادن. أنا من منظور آخر إنه قضية الاستشعار عن بعد يفترض إنه كل مؤسسات الدولة تهتم فيها بشكل أساسي بشكل كبير جدا، بحيث إنه تهتم في هذه التقنيات ونحاول إنه ندخلها في كثير من مؤسساتنا من أجل أن نعمل فيها بحيث إنه توفر لنا وقت كبير لإنتاج التقارير. فيما يخص الجانب الاستثماري لهذه الجوانب فهذا مسؤولية الدولة، يفترض إنها اللي تدرس المواقع هذه، تدرس الاستثمارات الموجودة وتدرس الموارد اللي موجودة، وهي تعطي على شكل تقارير بعد كده للشركات من أجل الاستثمار الجيد لهذه الجوانب الاستثمارية. هذه التقنية تعتبر أدوات مستخدمة إذا ما تم استثمارها وتوظيفها للاستفادة من المكنونات التي يمتلئ بها باطن الأرض، ما يبشر بأن الوطن سيلقى فرصة كبرى للتنمية إذا ما تم وضع خطط يجعلها في خدمة الأجيال القادمة وبشكل مستديم. تزايدت خلال السنوات الأخيرة نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن مع استمرار الحرب والأوضاع الصحية، وفي ظل غياب دور المنظمات التي تظل عبارة عن أسماء لا تقدم شيئا ملموسا لهذه الفئة. الجواب من العنوان كما يقال، فالمبنى المعاق في هذه الصورة هو عنوان للمعاقين الذين تزايدوا مؤخرا وتضاعفت معاناتهم بسبب حرب دمرت كل شيء لديهم ولم يتبقى لهم سوى قشة للتعلق بها. منظمات محلية ودولية غابت عما وجدت من أجله للاهتمام بالمعاقين ورعايتهم وتقديم يد العون لهم، لكنهم يسمعون جعجعة ولا يرون طحينا. احنا مرينا بكثير من ورشات الاجتماعات معهم والنقاش حول دعم اليمن عامة والمعاقين خاصة، لكن للأسف إلى اليوم الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الموجودة في اليمن لم تقدم شيء غير منظمة واحدة هي الصليب الأحمر وبمستوى بسيط.
المنظمات أهملت هذا الجانب حق المعاقين، ما فيش أي خدمات غير صندوق المعاقين، وأنا بنفس الوقت نازح وبنفس الوقت معاق، ولا أجد أي خدمة غير خدمة الصندوق من أي منظمة كانت، لا من المجتمع المدني ولا المجتمع المحلي. اللي يلاقي الخدمة الوحيد من صندوق المعاقين فقط لا غير. بحكم أن ما فيش إيرادات، وضع البلد والحرب، وما فيش أي مردودات ولا أي عائدات للصندوق، نرجو أن المنظمات هذه تهتم بجانب المعاقين وتدعمهم. تتفاقم معاناة المعاقين في أبسط الخدمات التي تقدمها المنظمات لهم، ويعيشون وضعا صعبا لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، كما تقول الدكتورة خديجة الباحثة في مجال المنظمات ودورها في إسناد المعاقين. فرغم الإعاقة إلا أنها تحدت الصعوبات وتغامر في حلم المعاقين. صندوق المعاقين هو الذي يعمل على دعم وتوفير، أما إذا أي منظمة، هل هذه المنظمات التي نسجل أسماءنا ونقدم لمنح لعلاج لدراسة لكذا تعطيك مثلا كيس بر أو زيت وبشكل غير مستمر، هل هذا 3 سنوات أو 4 سنوات هل أستطيع من خلاله أن أحصل على خدمة تعليم أو خدمة صحية؟ هل هذا الوضع يرتقي إلى إنسان في هذا المستوى وجميع المعاقين بشكل عام؟ وفيهم من لا يحصل على حتى البر والزيت، هذا لا يحصل عليه. إحنا نطالب جميع المنظمات ونناشد من هذا المكان الوقوف بجنب المعاقين، خاصة في زيادة هذا العدد، بالإضافة إلى الإشراف الوزاري والإشراف المؤسسي. نريد أن تكون الوزارات بجنبنا كإشراف ورقابة. في هناك استغلال كبير جدا لهذه الشريحة تحديدا من قبل المنظمات سواء كانت المحلية أو الدولية، وأيضا هناك قصور أيضا بعض الجهات الحكومية. يعني احنا نقول دائما انه المنظمات تسعى الى ابراز هذه الشريحه ولكن باسلوب استغلالي، وهذه من خبرتنا المتواضعه كما قلنا في رسائل علميه. الجانب الحكومي هو يتمثل في صندوق رعايه وتاهيل المعاقين، يعني فقط في هذا في الجانب. فعندما نتحدث مع المعنيين في الصندوق يقولوا هناك سياسه تتبعها وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، وأيضا وزارة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، لأن المنظمة الدولية تأتي عن طريق وزارة التخطيط. أصبحت المنظمات والجهات المهتمة بالمعاقين في هذا الوضع كالجراد المنتشر، شعارات براقة وأموال تهدر في غير مكانها الصحيح، والمعاقين والصندوق ينظرون إليهم بعين الرحمة والإنسانية، لكن لا حياة لمن تنادي. تتعرض العديد من المناطق الأثرية والتاريخية في تهامة للإهمال والاندثار، ولم يبقى منها سوى الأطلال، ومنها منطقة القزعة عزلة القحمة بمديرية المنصورة، والتي تتعرض لحفريات نهب من المواطنين من أجل الحصول على بعض القطع الذهبية. عبق من الماضي وحضارة عريقة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، هذه هي اليمن، ولعل هذه المنطقة والمعروفة بالقزعة في منطقة القحمة بمديرية المنصورية غيظ من فيض معالمها الأثرية والتاريخية. قزعة الجارية يقولون مدينة قديمة وبعد لها تاريخ ولها مثلا معناتها سجلات، يعني عند المناصب زمان، يعني زمنية هي من وقت شيخ حماد ومن وقت، يعني احنا جينا لها يقولون قزعة الجارية مدينة، كانوا يقولون متواصلة من هنا من القزعة حتى بلاد الوارية مع بعضها مدينة واحدة. وفين راحت الآن؟ الله يعلم. يعني شخطت فعلاً. والله يعلم، لأنها مثلاً معناتها لها تاريخ يعني قديم آلاف السنين. يقولوا كان تاريخها قديم وكان مدينة وبعدين خفست. بعد ما خفست بعدين يجوا الناس يحفروا، عيال اللي حصلوا عيال ما حصلوا عيال. إيش اللي حصل؟ زي ما كذا. إيش حصلوا؟ حصلوا منها مداور، حصلوا منها ذهب خرز. يبيعوا خرز الحبة ب 500، عيال 200 وعيال. نعم كده. بعدين يقولوا مملوكه. يقولوا قصة قديمة. وبعدين خشان يقولوا هو أهلها. والآن إني جعل لها من تاريخ التاريخ ما إني دحين بعض الناس يقول لك إني حصلوا فيها وبعض الناس لا، وبعض كل من إني من ولا ندري من حين إني تاريخها. اندثرت هذه المدينة الأثرية ولم يبقى منها سوى الأطلال، ولكنها لا زالت تكتنز العديد والكثير. فهي غنية بالأحجار الكريمة والقطع الذهبية والتي يجدها السكان ما بين الحين والآخر، وهي في حاجة ماسة إلى الحفاظ عليها والاهتمام بها. في آثار، يعني يحصلوا آثار مثلا معناتها يدوروا البزرة الذي ماذا، يعني يحصلوا خرز ويحصلوا حاجات كثير فيها
ويحصلوا يعني زلط مثلا بيس يعني قديمه يعني يحصلوا فيها كل شيء. وفيها مثلا معناتها كشفوا يعني اجوا يعني ناس حواجات من الخارج مثلا وكشفوا وحصلوا بينها يعني غاز وحصلوا بينها بترول وديزل والجبل هذا الله يكرمك يعني وفي يعني حاجات كثيره فيه بس يعني عادها يعني خام. ما تسوي هنا؟ لقطها خرزوا. ايه وش؟ بيئه. بيئه خرزوا. ايش؟ نجمع منها خرزوا. ايش؟ خرزوا. وتبيعوا؟ كم تبيعوا؟ كم ما تبيع؟ من كم؟ ما كثير تبيع بأشهر خمسة كم ما تبيع؟ وفيها مليان خرز؟ تلقى فحنا نكت ست حبات أنا هنا أنا أكيد وديت. بعيدا عن وجود بعثات محلية أو دولية للتنقيب عن الآثار هنا، يقوم بعض لصوص الآثار بالتنقيب العشوائي بهدف السرقة بثمن لا يقدر بما تحمله من قيمة تاريخية، ومنظرها اليوم يبعث إلى الحزن والأسى لما آلت إليه أحوالها وهي تعاني الإهمال وتتعرض للنهب بشكل يومي. والرسالة هنا من قبل السكان للجهات المعنية بالحفاظ عليها ووضع الآليات والأسوار لحمايتها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. معاناة كبيرة يتحملها النازحون من تهامة إلى محافظة إب، حيث يعيشون أوضاعا صعبة فيما تتجاهل المنظمات المحلية والأجنبية تلك المعاناة. أبناء تهامة والمناطق الساحلية نازحون قصدوا محافظة إب بعد أن اتسعت دائرة الحرب وشملت مناطقهم ليجدوا أنفسهم رهن الجوع والتشرد في مدينة تعج بالنازحين من محافظات أخرى، إضافة إلى كونها ذات كثافة سكانية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وشحة كبيرة في المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية. ظروفنا هنا صعبة جداً، كل ما يجي يقول سجلونا من المنظمات سجلونا ويصيروا بطاقة حقنا من مكتب التخطيط مجلس المحلي الى بعض المنظمات هكذا ما عندناش حتى ما نسمعها، ياخذوا صوره البطاقه واسمنا وبعد لما يوزعوا نجي يقولوا ها انتم تزعزمكم سجلوا مره ثانيه وعلى عقد لنا سنتين. المنظمات للاغاثه بشكل عام الى اليمن لا يساوي 20% من الاحتياج الفعلي الذي يحتاجه الناس والمضطرين والنازحين، بينما النازحين في تزايد مستمر بالذات في مناطق يعني كثرة النزوح من المناطق الساحلية وتهامة. نزحنا من ظروف الحرب إلى تهامة ويعني حالتي أنا معاق، والمنظمات كل ما جينا نسجل يعني سجلونا أول مرة أسجل أنا يعني عاد ما خرجت البطاقة حقي إلا من جديد، ودي المعيشة حقنا يعني ماشي تحسنة سأولة وشعوذة في الشوارع اللي ربك يرحمنا برحمته. محافظة إب تقدم بحدود 57 ألف سلة غذائية شهريا، بينما الاحتياج الفعلي الموجود في المحافظة ما يقارب 500 إلى 600 ألف أسرة فرد، من 500 إلى 600 ألف فرد الذي عدد النازحين موجودين، بينما هي تقدم 57 ألف سلة ما بين النازحين والمضررين، فهذه تكون في حتى 15% من الاحتياج الفعلي. مساعدات إنسانية تقدمها هذه المنظمات تجسد مقولة أسمع جعجعة ولا أرى طحينا، وأبناء تهامة الأسوأ حظا والأكثر تضررا من غياب دور هذه المنظمات عنهم، ما يجعلهم عاجزون عن الحصول على أبسط الاحتياجات الإنسانية المتمثلة بالسكن والغذاء، وهذا يستدعي وجود آلية من المنظمات الدولية تضمن وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن ووجود رقابة من الجهات المختصة على عمل هذه المنظمات ينظم وصول المساعدات إلى الجميع. نزحنا من ذرية القراحي لحد الآن ما معنا أي شيء من المساعدات من المنظمات الدولية والإغاثات المحلية، ما معنا إلا مساعدات من فاعلين الخير ولا شلينا أي شيء من بلادنا ولا معنا أي شيء يعني ما يكفينا للأكل ولا الشرب. استأجرنا بيت ما شقة ونحن مجموعة كبيرة من الأسرة يصل عددهم إلى 37 شخص. أدينا الشهر الأول إيجار من جيوبنا ولم نستطع الدفع الإيجار،
نظرا لما لاننا لو قدرنا اي اعمال نقوم بها. وزارتنا بعض المنظمات ولكن لم يقدم لنا شيء سوى اهل الخير الذين قدموا لنا بعض الاشياء البسيطه. ساكنين في العماير مننا 100 نفر، والان ساكنين بعماير الناس يخرجوا احنا للشوارع، والان امطار، والان من احنا يعني كلنا احنا واطفالنا والمجموعه كامل جالسين بالشوارع، لا معنا سكن ولا المجلس المحلي بدا علينا ولا محافظه ولا اي شيء، ساكنين بالشارع ما معنا الا الله سبحانه وتعالى. ناشد من هذه اللحظه بان يعني الجميع يقفوا مع ابناء تهامه كونهم ناس عزيزين، يعني لا يعني لا يسالون الناس، يعني عزيزين قوم. بالنسبه للمنظمات المنظمات اتمنى ان تكون هناك رقابه صارمه، لكن ان للاسف الشديد احيانا المفاوض نقول هناك فساد في المنظمات، يذهب المسؤولون ويفاوضوا مفاوضه. شو نصيب من الكعكه والله، ونوظف لي 4-5 من عيال عمي من عيال خالي وبعدين وانتهى المشكله. لكن انه يكون هناك حل جذري، ما فيش حل جذري. لبرنامج صدى الاسبوع حنان طه العواضي، محافظه اب. نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. ازدهار تجارة الحطب في الأسواق اليمنية بعد أزمة الغاز. منطقة الحرور بأبين نائية ومعزولة وأهلها يناشدون. أهلا بكم. تشهد الأسواق اليمنية ازدهارا غير مسبوق في تجارة الحطب في بلد منتج للغاز، لكن مواطنيه يعانون من انعدامه أو شحته. ازدهرت تجارة الحطب مؤخرا في معظم المدن اليمنية بعد أن كانت تقتصر على بعض المناطق النائية وبصورة غير متوقعة، حيث شهدت ارتفاعا كبيرا نتيجة زيادة الإقبال عليها منذ اندلاع الحرب، وحتى زادت مؤخرا مع انعدام مادة الغاز المنزلي وارتفاع سعرها في السوق السوداء إلى ما يقارب 7000 ريال، مما جعل الكثير من المواطنين يتوجهون نحو استخدام الحطب كبديل لمادة الغاز. أصحاب الأفراح والمطاعم والبيوت الذي متيسري يشتروا حطب، يعني ما بش ما قلش غلا مرة واحدة، يعني البيع يعني خفيف، لكن الثمن كذا مرتزح بسبب الغاز. عندنا الحطب غالي بسبب ارتفاع الغاز وعدم الغاز، لأن الأطفال يبقوا في البيوت والنساء في الشوارع راقدات عند الدباب حق الغاز حارسة لهن يطلبين الغاز، لم وجدين غاز ولم وجدين قيمة حطب ولم قيمة بر. انعدام وارتفاع الغاز وغلاء الحطب جعلت الكثير من النساء يقومن بجمع ما تبقى من بقايا الخشب لطهي الطعام لها ولأسرتها تحت حرارة الشمس الحارة كل يوم، الأمر الذي زاد من معاناتها وآلامها. لا معي 500 ولا 1000 ريال شيء، ما شاء الله كلمنا نروح نفتنوا ونغرف النار للموقد ونروح الغداء فوقه. أزمات يتحمل أعباؤها المواطن البسيط، عشرات السيارات المحملة بالحطب تدخل المدن الرئيسية وجعلت من مادة الحطب سوقا خاصا بذلك يتوافد إليه كل من يريد الشراء والبيع وبأسعار متفاوتة. عندنا هذه الأيام في انعدام الغاز يعني السوق يستاد أسعاره و واستد في الأثمان واستد في كل شيء، ما عبش حتى الفائدة مع البيع المشتري نفسه. كنت أشتري السيارة هذا ب 15000، الآن مع انعدام الغاز هذا اشتريتها ب 25000 زيادة، يعني توفر لنا مقام 10 دبات غاز هكذا موجب عرس، فاضطرينا إن احنا نجي نشتري حطب هو الحل الوحيد. الحطب وارد وبيبيع، السيارة الكبيرة ب 150 ب 170 والصغير ب 110 ب 100 يعني ب 80 ب 90 ب 70 هذا نفسه، والمواطن بيحمل التبب يعني ب 30 ب 35 هذا نفس البيع لاصحاب الافراح،
يعني بيحمل أحسن واحد يحمل ب50 تبا مرصوف. تجارة الحطب وإن كانت تلقي رواجا كبيرا لدى البسطاء من الناس، إلا أنها في الوقت نفسه ما زالت تشكل مشكلة أخرى نتيجة عدم القدرة على شرائه في ظل وضع صعب يشكو منه الكثيرين. استطاعت الأجهزة الأمنية بمدينة الشحر الشرقي المكلا العثور على مخبئ متفجرات، ذلك في أحد البيوت بمديرية الشحر. وجد في هذا المبنى 280 لغم شديد الانفجار وعبوات ناسفة أخرى. حبات الرمال تبكي ضحاياها من شر الألغام المزروعة، فما بالنا بدموع من يصاب بها وبحرقة قلوب أهاليهم. في منطقة الشحر بمحافظة حضرموت وفي أحد المنازل ضبطت الأجهزة الأمنية ما يقارب من 280 لغما متفجرا. تم اكتشاف حوالي 280 لغم في مدينة الشحر. بمعلومات استخباراتي من قوة النخبة الحضرمية، استطاعت الفرق الهندسية من خلال إبطال جميع الألغام والعبوات. العبوات هي تستهدف المواطنين، تستهدف القوات العسكرية في المنطقة. كميات من الألغام مجهزة بفيوزات وسواعق جاهزة لتنفيذ أي مهمات إرهابية. لا هي أول مرة ولا آخر مرة، نحن مستمرين وعدة مرات وجدنا كميات كبيرة في مناطق مختلفة في ساحل حضرموت. التوعية بضرر الألغام وكيفية التعامل معها يساهم في التخفيف من بشاعة أضرارها. هدف بالنسبة لأي متفجرات نعثر عليها، هدفها هي التدمير، والتدمير هو يعني معروف إيش هدفه. لا هي كانت يعني بالنسبة للمناطق هي خلايا نائمة، يعني الآن بنسعى لإكتشاف إلى تفتيش المناطق وإكتشاف أشياء جديدة في المناطق. في هذا الوطن صنفان من الناس، أحدهما يبني والآخر يهدم، وثالثهما بريء يحصد النتائج فقط. تعد منطقة الحرور من المناطق النائية غرب مدينة جعار بمحافظة أبين، وتبعد عنها حوالي 17 كيلومترا، وتعتبر من المناطق شبه المعزولة في الصحراء، وسكانها يتكبدون المشقة للوصول إلى المدينة لقضاء الاحتياجات. الحرور أحد المناطق النائية في أبين، والتي تبعد عن مركز المدينة 17 كيلو، تفتقر إلى أبسط الإمكانيات الأساسية كونها أحد المناطق الصحراوية، وتعثرت أغلب مشاريعها والتي حملت المعاناة للسكان وجعلتهم يعيشون فيما قبل الميلاد. المنطقة هذه بعيدة عن جعار وتعاني مشاكل كثيرة، منها صعوبة الطريق، المنطقة الثانية كذلك المياه وهي الأراضي، الأراضي جرفت السيول، جرفت الأراضي، ولم نجد على أحد أنه يساعدنا لاستصلاح هذه الأراضي أو إعادة القنوات الأراضي، خاصة في المنطقة نفسها. كذلك المياه، نحن الآن إن شاء الله في أحد المواقع حق المياه، ومنطقة الحرور تعاني من شحة المياه، خاصة المنطقة أنها مياهها مالحة. تعاني من شحة المياه. هذا المبنى حق الخزان بني في 2005، ولحد الآن ما استفدت من المنطقة في أي شيء، يعني بسبب عدم توافر المياه فيه. سبب أن الماء اللي كان يقضينا من الضغط العالي مياه عدن، بسبب فصل مياه عدن عن مياه أبين، والفتح حقنا من المنخص وليس من الفتح الرئيسي، الآن بسبب ما فيش مياه تجري في بغوة بهذاك الدفع، ما فيش ما عندنا. والطريق برضو الطريق بني شوفه زي ما تشاهد يعني للمنطقة، وبعض الأماكن مقطعة. غياب المراكز الصحية والاحتياجات الأساسية عن أبناء هذه المنطقة النائية حمل معاناة السفر لهم ببعد المدينة عن قريتهم، فتوقف العديد من المشاريع الخدمية والتي منها الإهمال الحاصل الذي جعل السكان يلجؤون إلى توفير القليل من الماء بمجهود ذاتي. عندنا الآن وحدة صحية جديدة وفيها حاجات نواقص، ماشي معها أي شيء، مكتب الصحة نواشي مكتب الصحة بأن يعطينا فيها الأدوات تعقيم وحق الأطفال وحق الولادة وحق كل شيء. منا نحن نعاني كثير من نقصات في الوحدة الصحية في الحرور. المنطقة لا تحوي سوى على مدرسة بنيت منذ الستينيات لا تستوعب الطلاب، وتفتقد إلى أبسط المقومات. نحن في هذا المنطقة
يعني كما تعلموا انها منطقه نائيه وتبعد عن مدينه قعار تقريبا حوالي 17 كيلو 15 كيلو. نعاني في كثير من الاساسيات خاصه في المدرسه. المدرسه هذا بنيت عام 63 ترميمها 2003، الا ان الترميم هذا لم يكن بالمواصفات الجيده بحيث ان المدرسه تحتاج الى ازاله وبناء جديد. ايضا المدرسه فيها الى اول ثانوي، نحن بحاجه الى ثاني ثانوي، بحاجه الى ثالث ثانوي لصعوبه يعني تنقل الطلاب من منطقه الحرور الى قعار. يعني هناك صعوبه، كثير من الطلاب خرجوا وكثير من الطالبات يعني تركنا الدراسه بسبب بعد المسافه عن المدينه. ايضا نحن نعاني ان من نقص المدرسين، وتم نقل جائر ابناء المنطقه الى مدينه قعار. فاحنا نطالب المحافظه، نطالب المجلس المحلي بالممثل بمحافظه المحافظه، والمدير مكتب التربيه بالمحافظه، ومدير مكتب التربيه بالمديريه، والاخ مامور مديريه خنفر، بانهم يعني ينظرون لنا بعين الاعتبار خاصه لهذه المنطقه. نحن قلنا في البدايه تكلمنا سابقا نحن بحاجه الى ثاني ثانوي ثالث ثانوي لكي نكمل دراسه ابناء المنطقه. ابناء المنطقه يعانون يعني من كثير من الاساسيات، واحنا الطلاب كما تعلمون في المناطق النائيه يعني هم اكثر الطلاب عرضه للتسرب عن الدراسه. مدينه تبحث عن الحياه في اكوام من الرمل، تفتقر الى ابسط الامكانيات الاساسيه بتجاهل الجهات المختصه رغم المناشدات التي عادت بصدى اصوات لم تسمع من قبل احد. بلغة الألوان والزخرفة، شبان من تعز يرسمون الحياة الجميلة ويمحون الغبار بالرسم على جدران المدينة بألوان تعيد الحياة إلى الشوارع والأزقة. يد تعزف لحن الحياة، ويد ترسم ابتسام مدينة أنهكتها الحرب منذ عدة أعوام. يحاول شباب تعز محو ركام الحرب من أمام عيون المارة بالرسم على الجدران وإعادة الجمال لشوارع وأحياء فقدت الحياة منها. الرسم على الجداريات، اختيار المنطقة كان له رمزية مهمة حيث أن المنطقة هنا تدمر في أوائل الحرب. الرسم على الجدران المشوهة من آثار الحرب والدمار والقذائف، رسمتي هنا معبرة عن السلام، عبارة عن اليدين تعبر عن الوحدة، الوئام والالتئام، العلم الوطني، وأكثر شيء قدسية بالنسبة لنا واعتزازا وفخرا بوطننا. تبعثرت الألوان وحملت رسالة السلام بلون أعاد الجمال لشوارع المدينة. حاولت ريشة المبدعين رسم الحب والسلام بشكل حمل قلبا ينبض بالحب الوطن، ومحت غبار الحرب بريشة تحدثت عن معاناة مرت من أمام عيونهم. جيت أشارك زملائي هم رسموا وأنا جيت أعزه. أجينا نوصف يعني فكرة واحدة بس، إنه نحن تعبنا من الحرب، تعبنا من القتل، تعبنا من الدمار، تعبنا من الهروب، الأطفال فلتوا كل حاجة. يعني أنا أطلع بيتنا مهدم حالته حالة، ما عرفت شو البيت. أجيته بس أوصل رسالة بس إن أنا الفن إنه هو الوحيد اللي قادر يوصل السلام بالوقت الحالي. بس رسالتنا بالرسم على الجداريات، ونحن اخترنا هذا المكان المدمر، رسمنا فيه بمجموعة من الألوان. حبينا نخرج الطاقة السلبية اللي موجودة بالمكان وزرع الطاقة الإيجابية، حيث إن المارة والناس لما يمشوا بالمكان ما يشوفوش الدمار لأنه خلاص تعودوا عليه. أنا حابين إنهم يشوفوا الألوان، يشوفوا حاجات معبرة عن تفاؤل فيما بعد الحرب إن شاء الله، فيما سيكون من ازدهار. نريد تحسين الذائقة المجتمعية وتنمية الوعي المجتمعي بالفن، بدور الفن والسلام، ونتمنى أن نحقق ما نصبوا إليه. بالفن يحاول شباب تعز زرع الابتسامة وإعادة الحياة المفقودة عن أحياء تعز بألحانهم وألوانهم. يرسلون رسالة تبث روح السلام وتمحي ركام الحرب من أذهان من عاشق السلام. يا
يعد مبنى القفل في شمر حجة أحد المباني التاريخية الباقية من عهد الدولة العثمانية، وكان مركزا وحصنا لهم ويحوي على العديد من المباني، لكنه تعرض مؤخرا للإهمال وسقوط جزء كبير منه نتيجة الصواعق والأمطار. في حجة، حيث يعد مركز قفل شمر من المعالم الأثرية في المدينة، والذي كان يعد مركزا للمديرية، يحوي فيه كل الدوائر الحكومية. وفي السنوات الأخيرة استبدل هذا المركز بمقار جديدة. هذا المركز هو مركز قديم ويعتبر معلم تاريخي، وقد انهار بسبب الأمطار ومن سوء الاهتمام من السلطة المحلية به أو ترميمه. فقد ناشدنا مسبقا أنه بدأ بالتصدع، ولكن لا حياة لمن تنادي، والآن قد انهار شبه كليا. كان قلع الأتراك، لكن جاء يمكن في عهد الإمامة بعد ذلك في بداية الثورة أيضا قاموا بتجديده، وكان يضم إدارة المديرية، محكمة، سكن، وأيضا سكن يعتبر كانت سكن عسكرية أيضا. والآن هو خلاص يعني تجاهلوا. بناه الأتراك قديما، ثم تجدد بناؤه في ستينات القرن الماضي، وأصبح مركزا مهما يطل على تهامة. يتكون من ثلاثة طوابق وبه سور كبير، ومع مرور الزمن وعوامل التعرية بدأ هذا المبنى يتهاوى وتتساقط أبنيته. وفي الأسابيع الماضية ومع سقوط الأمطار سقط جزء كبير منه. المركز تهدم من الأمطار وتفالتت الحجار، ونرجو الهيئة والمنظمات أن تبوك بإصلاحه. نناشد الجهات المعنية بإعادة ترميمه، فهو معلم تاريخي وقديم وله فترة طويلة. يناشد أبناء المنطقة هيئة الآثار والمنظمات لإنقاذ ما تبقى منه، وكذلك مما تبقى من حصن الفصور المقابل لمركز القفل الذي بناه الأتراك، والذي كان يعد مكانا لتربية خيول الأتراك أيام الدولة العثمانية. تعرض هو الآخر أيضا للانهيار، لتتصدع أحجاره بسبب الحفر للبحث عن آثار هناك. فهل من يهتم به ليعود كما بني قديما معلما تاريخيا يحكي تاريخا عريقا للدولة العثمانية في اليمن؟ نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. سوق تريم الشعبي قبلة للمتسوقين والزوار. الركلة الصبيحية تراث رقص تعيد إحيائها أسرة في عرس. أهلا بكم. تعاني سعدية علي أحمد من سرطان في الرئة منذ عام كامل وصعوبة في التنفس، وتستخدم العلاج الكيماوي وما زال الورم باقيا وتزداد معه المعاناة. الأطباء نصحوها بالعلاج السريع إلى الخارج لكنها غير قادرة. الحاجة سعدية الورد، قصة الألم لهذا اليوم، حيث تعاني من سرطان في الرئة منذ عام كامل، وهي حاليا تستخدم العلاج الكيماوي. قرر لها 25 جرعة كيماوية حتى الآن، وما زال الورم موجودا في الرئة، إلى أن وصل الحال بالأطباء إلى عجزهم عن مداواتها هنا، ليتقرر لها السفر إلى الخارج لتلقي العلاج الذري والمسح الذري، حيث أن الورم يعتبر في منطقة حساسة ولم تتحسن من الجرع الكيماوية حسب قول الأطباء. بداية المرض من شهر 2017، يعني استخدمت لحد الآن 40 جرعة كيماوي،
وكان في الرحم منتشر للرئتين، الآن بدأ بعد 40 جرعة في العظام في عظام الحوض. شعر واحد بالحزن عندما يشوف الوالدة تألم ولا بيده أي شيء يعمل لها، يعني شعر بالحزن الشديد والألم يقطع قلبه، ولا عينا نستطيع نعمل لها أي شيء سوى مهدئات لا أن يحكم الله أو ننتظر رجال التعاون معنا رجال الخير. من الألم سرطان ديال الرحم. كم سنة؟ المريضة كانت تعاني من سرطان في عنق الرحم، ثم بدأ بالانتشار إلى الرئتين. استخدمت الخطة العلاجية هنا في اليمن، تحسنت حالتها، لكنها تحتاج أيضا للسفر الخارج لاستكمال الجرعة الكيماوية، وأيضا يعني إذا كان هناك عمليات داعي العملية قد يدفعها للخارج. أما عندنا في اليمن فهي لا توجد هذه العمليات. تعاني الحاجة سعدية الورد من صعوبة كبيرة في التنفس، كما أنهم قد باعوا ما يملكون لعلاجها دون جدوى. بعنا كل ما نملك، والدين من الأصدقاء والأقارب والأهل، أغلق الباب باقي باب الله بإذن الله، لن يغلق ولن يغلق هو باب الله. فأمننا في فاعلنا الخير والمنظمة التعاون معنا لإنقاذ نفس حتى ننقذها من هذا المرض الخطير. الآن لدي التصدير للخارج ولا نستطيع السفر، نأمل من المنظمات وفاعلين الخير ورجال الأعمال والتعاون معنا لإنقاذ نفسه. يقول الله عز وجل: من أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا، وأملنا فيهم بعد الله عز وجل كبير. معنا تصدير ما لش لنا قدرة نحن ندخل الخارج، نعانيني في اليمن قد احنا متعلقيني. فعلنا الخير ما يقصر إن شاء الله. يتمنى أولاد الحاجة سعدية الورد أن تنعم والدتهم بصحة جيدة، وأن تتخلص من هذا المرض الخبيث الذي أودى بحياتهم الهانئة وبراحة بالهم. فهل من أياد بيضاء تمتد لمساعدتها؟ هذا ما يأملون. يعد سوق تريم الشعبي والمسمى بسوق الحنظل أو الزعقة من الأسواق والمعالم الأثرية البارزة في حضرموت، وأحد الأسواق القديمة شيد بان حكم السلاطين لجنوب اليمن، ويقصده الناس لشراء الاحتياجات من مختلف المناطق. يعتبر سوق الحنظل بمدينة تريم من الأسواق التاريخية والمعالم الأثرية البارزة في محافظة حضرموت، ويعود تاريخ هذا السوق إلى فترة حكم السلاطين لجنوب اليمن، ويقصده الأهالي لشراء أغراضهم والسلع المتعددة والمتنوعة سواء من داخل المحافظة أو من خارجها. كان السوق أول ما شاء الله، يعني كان الحياة مناسبة للغاية، يعني نعم رخيص، يعني وكل شيء موجود، يمكن حوالي فوق 60 حوالي 70. والله السوق أول كان يعني العدي ما حد هي ولا المبالغ دي ولا الملايين كانت ما تذكر أبدا. الآن يات الملايين ويات له، ولكن الأمور رفعت فوق والغلاء والعادي يحتاج إلى نهاية. سوق تريم المحطة سوق واسع وكبير جدا، وفيه التبادل التجاري على حسب أنواع المسميات في ذلك الوقت. إذا كان تبادل تجاري الحبوب بالتمر والخم بالحبوب وبالتمر كذلك على حسب فترة انعدام العملات، ثم عندما وجدت العملة كان هذا السوق كبير جدا. تحضر في السوق سلعا كثيرة، وأبرزها المكسرات والحبوب والحلاوة والبهارات التي يستخدمها أبناء حضرموت في موائدهم اليومية وفي المناسبات أيضا، كما أن السوق يعتبر مصدرا رئيسيا لشراء الهدايا. تباع فيها أنواع المكسرات، تباع فيها أنواع الأقمشة، تباع فيها أنواع التبادل التجاري بحجم محدود جدا، لأنه في الوقت هذا أصبحنا نحن مستوردين للسلع أكثر من أننا مصدرين لها. في سوق تريم كذلك اشتهر بيع القرب، يبيع القرب هذه، وفي عندنا الصناعات والحرف التي تعتمد على التجارة. مثلا على سبيل المثال لدى أسر معينة بأسمائها نعرفها، هذه الأسر هي التي تقوم مثلا على سبيل المثال بصناعة الحصر
الحصير واللي نسميه المكيل وكذلك السلق وكذلك القبعات، هذه كلها بالتناول الخوص بتجارة الخوص المستقدم من وادي السعف من مناطق الواصلة بين المهرة وتريم. وبيع الحنين هذا عبارة عن سمك مجفف، والحنين هذا يستخدم في الأرز وفي المواد تابعة للطبخ في الولائم طبعا. هنا في المحل هذا يمكن حوالي 35 سنة ونحن في المحل هذا نبيع هذا حنظل ولوز وحلوى وبسكوت كيك حيط بره طعام. لكن الحركة معادك ما حقول حركة نقصت يم حتى ربع معاش بقى غالي الوقت ذا ولا هلا بس صابرين كل محن صابرين مع شغلنا بشي شغل ثاني. الملفت هو أن السوق هذه الأيام بدأ يشهد تراجعا كبيرا في إقبال الناس عليه، وذلك بسبب ما يقول عنه الباعة والقائمين على السوق ارتفاع الأسعار. كان السوق أول ما شاء الله، لكن الحين بعد ارتفاع الأسعار وارتفاع هذا قليل اشتغل في الحركة شوية. الناس تعبانين للغاية، كمية واحد يدخل لك السوق بغا ذا وذا، ولكن الأسعار فوق وسببه الصرف مرتفع. من أغرب الأمور نتسع لآلاف من الأعداد كبيرة من الأغنام ومن الجمال ومن كذلك أنواع الأخشاب والسعف اللي يستخدم في صيانة والحفاظ على النخيل حتى لا تساقط ثمرة النخيل اللي هي التمور من النخيل. السوق أيضا يعتبر من الأسواق التي تحتضن بيع اللحوم والمواشي والتمور، كما تباع فيه البضائع والسلع القديمة منها جرب المياه وجلود المواشي وأيضا الجنابي والملابس المتمثلة بالزي الحضرمي. وعلى الرغم من ازدهار وإنشاء أسواق أخرى، إلا أن سوق تريم هذا يظل محتفظا بتاريخه وبرونقه وتراثه القديم كسوق تاريخي يجب الحفاظ عليه وعلى استمراره. في تعز قصص كفاح ومثابرة كثيرة من أجل الحياة، عائلة تعمل بجد من أجل استمرارية الحياة، ويعمل فيها الصغار والكبار والنساء والرجال، لا يزالون يأملون بحياة أفضل رغم الحرب. قصة جديرة بالتوقف عندها. يختلف الزمان والمكان وتنساب من خلالها أجواء حالكة الظلام في ربيع حياتنا، ظروف لم نحسب الوقت لها، واختلافات تجبرنا على التأقلم مع محيطها. كل هذا يجعلنا نشعر بارتباك بين السندين والمطرقة، فلا يكون حالنا إلا كمبتدئ حياة أراد أن يصنع طريقه من جديد. عائلة عبد الله الخولاني واحدة من ملايين العائلات في اليمن تكافح لأجل استمرارية حياتها بحدود الإمكانات وأقل الخسائر. أول كنت أشتغل بأدوات أطفال، يعني ألواح أطفال، وبعدين اشتغلت بالكريمات ورجعت بعدين قفصات. لا بنفس المحل، يعني ما تغير شو بنفس المحل، كان تغير بس الشغل داخله، كل ساعة شغل حاجة داخله. طيب من قبل كنت اشتغل في بيع لعب الأطفال، والآن رجعته محل أقفاص وأبواب، ليش؟ الناس الآن بيطلبوا الأقفاص والأبواب أكثر شيء؟ لا كنا بنقول نشتغل يعني للتاجر، ما نحصل شيء حاجة، كله نشتغل للتاجر. تمام، بعدين رجعنا نشتغل شغل يدوي باليد، يعني الفائدة أحسن. كيف أثرت فترة الحرب عليك؟ لو تكلم المشاهدين، كيف أثرت فترة الحرب عليك؟ إيش اللي أضافت الحرب لك؟ وقفت عملك؟ بدأت تشتغل؟ ما بدأت تشتغل؟ لا ما وقفت، ما فيش يأس، يعني من ناحية اليأس ما فيش، من الأعمال ما فيش، كنت مشوق للأعمال. تعدد المهن ليس عيبا، واختلاف الطريق غير مهم، طالما وأنه سيوصلك لنفس النقطة وذات الهدف. وعمل المرأة والرجل والطفل في عائلة واحدة ينم عن حياة أسرية تسعى للستر والعفاف في ظل ظروف الحرب القاسية. أشتغل يعني أصلح للجهال في أوفال وخليهم يروحوا بيع اللي 300-200، أذوب السكر واسكبه بعد لداخل الدقيق وارجع كعبوبه زي النعناع وخليهم يبيعوا.
يعني 200 3 يعني يمشيها هذيك حق اي حاجه اشتري. وخبز طاوله احنا الحين مش يسوي للبقاله قلتوا له نصلح والله ما دارنا من 70 من 100 الحين مع كل حاجه غالي بحبه ب 100. أطفال في عمر الزهور شاركوا حياتهم الواقعية مع أهاليهم، ورغم جد في الدراسة واجتهاد في العمل لم تختفي تلك الابتسامة على محياهم، طالما والأمل بالله مستمر وحب الحياة موجود أيضا. أنا عبود جدي عبد الله، أفرض أنني أساعدهم لبيع الفوفال الحبة ب20 ألف 1500 ها الدليل هذا هم يروحوا يشتروا سكر وزيت ودقيق وحاجة للبيت يدرسوا في ثامن أنا أنا أروح المدرسة الساعة 7 وأرجع للبيت أذاكر وأرجع أروح أشتغل لا المغرب أرجع أسمع للبيت. المرأة اليمنية هي الأخرى تدرك جيدا دورها الرئيس في تسهيل أمور أفراد عائلتها لتعمل ما بجهدها كي تستمر في بث شعاع النور والأمل. هؤلاء هم أبناء اليمن ما لا توقفهم المصاعب ولا تدمرهم الأوجاع مهما كانت، فالعمر لن نعيشه إلا مرة واحدة فلنعيشه بأمل. أقيمت في مدرسة عمر المختار بعدن الفعالية الاجتماعية لتكريم بعض الشخصيات التي نشطت في محاولة إعادة تأهيل بعض المناطق في عدن، ومن أهمها مديرية الشيخ عثمان. في ظل الأوضاع المأساوية التي يمر بها الوطن ولدت محاولة للوقوف على عكازي الإصلاح في خطوات هي البداية للبناء وإصلاح ما خلفته الفوضى السابقة، فلا يسعنا إلا تشجيع أي منجز يشكل النواة الأولى للإصلاح، تقديرا للجهود التي بذلت في الفترات السابقة وما زالت. وتحت شعار حب الشيخ يجمعنا أقيم في مدرسة عمر المختار فعالية تكريمية للسلطة المحلية وكل من ساهم مسبقا وحاليا في خدمة المنطقة ودعم العملية التربوية بشكل خاص. نحن هنا في هذا الصباح بينكم من دواعي سرورنا أن نكون اليوم هنا بينكم في مدرسة عمر المختار لنبادر بعمل مهم وهو تكريم من يستحق التكريم، وهم أبناء مديريتنا الحبيبة الشيخ عثمان. فيما تعتبر العملية التعليمية والتربوية من الأساسيات التي يفترض أن تكون على رأس الأولويات التي يفترض الاهتمام بها وتنميتها وتقديم الدعم بشكل دائم ومستمر لها. طبعا احنا في قيادة السلطة المحلية في المديرية أولينا التربية والتعليم اهتمام يعني أزيد من المكاتب التنفيذية الأخرى لما تطلبها المرحلة في وضع هذه الظروف الصعبة بما يواجه المعلم والطالب، ونحثهم احنا على الاستمرار والاجتهاد في بذل الجهد وعمل الخطط للرقي بالعملية التعليمية في المديرية، برغم الوضع الصعب في المحافظة وفي البلاد وفي مديريتنا، لكن التربية والتعليم سباقة عن المديريات الأخرى بجميع الأصعدة، منها الأنشطة الرياضية والثقافية دائما يعني يحوز المركز الأول في المديرية، ونحن نشجعهم. نحن فخورين أن نكون في مدرسة عمر المختار، هذه المدرسة النموذجية في مديريتنا وتقوم بأعمال جيدة وكبيرة، ونحن ندعم كل النشاطات التي تقام فيها كسائر بقية مدارس المديرية. مثل هذه الالتفاتات النبيلة تعطي نوعا من الحافز للاستمرار بها كنوع من التشجيع للاستمرارية المطلوبة وتحديث التنمية المستدامة. تكريم بعض الرموز المديرية وهو مثلها بالأستاذ أحمد محضار على الجهود الذي يبذلها في المديرية
وايضا على الجهود الذي يبذلها في قطاع التربيه والتعليم. جاء التكريم هذا او بدون تكريم يعني نقوم بواجبنا بما يرضى الله عز وجل وبما تحمله هذا القطاع المهم اللي هو التعليم. نشعر انهم بحاجه لنا من اي وقت من اي فتره زمنيه مضت، لذا احنا بجانبهم ونعدهم اننا سوف نستمر في دعم قطاع التعليم في المديريه. اقول لك بامانه انه ما كنتش اتوقع انه في هنا تكريم، ولكن هذا يدفعنا لمزيد من العمل، ونرجو من الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه مصلحات مديريتنا. المجد للوطن ولكل من رفعه، وحب لهذه الأرض وترابها، وأمل كبير يرتسم في الأفق بأن الوطن سيغدو في القادم أجمل وأعلى، وستردد الدنيا نشيدي فيما ستعزف أرضي كل ألحان التقدم إذا ما ظهر الصدق في الإنجاز والعمل. نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. الركلة السبيحية تراث رقص تعيد إحيائها أسرة في عرس. تشتهر منطقة الصبيحة بالحجب تراث غني وموروث ثقافي جميل، منها ما يعرف بالركلة الصبيحية أي الرقصة، والتي بدأت تتلاشى. ومن أجل الحفاظ على هذا الموروث الثقافي أعلنت إحدى الأسر تزويج نجلها وإحياء الركلة الصبيحية. اشتهرت منطقة الصبيحة بمحافظة لحج منذ ستينات القرن الماضي برقصة شعبية مميزة يطلق عليها الركلة، يحيون بها أعراسهم وأفراحهم، حيث يتوافد الناس من مختلف المناطق للمشاركة بالأفراح التي تتميز هنا بالركلة الصبيحية، والتي تقام عادة على مدى يومين قبل موعد زفة العريس. تبدأ يعني بالمزمار والمرفع والدف، تمام، ويجوا على الشعراء أيضا، شعراء يعني يحضروا فيها، تمام. الشعر بنديك يعني نموذج يعني من الشعر خاصة الذي هو يعني يشد يعني مع الركلة، تمام. مثلا يقول شلوا لهم من عندي تحياتي اللي حضرته تبلغوا من غاب، أصحابي اشتوني وقت حاجتهم بحاجتي يدور ما لقيت أصحاب، خلوني يبكي وشيف دمعاتي مثل المطر اللي حطت على الشعاب، الدمع دمعي وما لكم فيها من باطل الدنيا دمعتي سكاب. عدة رقصات شعبية لازلنا محتفظين بها رغم المعاناة ورغم كل الهموم، لكن في حال ما تقام عندنا أي مناسبة لا يزال شبابنا محتفظ بهذه العادة وهذه الظاهرة. الركلة الصبيحية باتت اليوم مهددة بالانقراض نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث باتت أغلب المناطق هنا بالصبيحة تحيي أفراحها بعيدا عن المراسيم التقليدية والتراثية، وفي غياب شبه تام للركلة الصبيحية التي ظلت تميز أفراحهم طيلة الفترة الماضية باستثناء منطقة الرجاع التي ما زالت تحافظ على هذا التراث الشعبي وتتفاخر به. هذه المنطقة قرية الرجاع وشبابها وأهلها إلى حد الآن لا زالوا محتفظين بالتراث الرجاعي، التراث الصبيحي، التراث اليمني، لا زالوا محتفظين بهذه الظاهرة ويتغنوا بها ويلعبوا فيها ويرقصون وينشدون. الركلة حق الصبيحة، تمام، هذه يعني تقام يعني في الأعراس، و يعني الركلة يعني أنواع، الذي هي يعني العسيري والحجيش، وأخذنا برضو يعني من اللحج الذي هي يعني الشرح، لأننا نحن ارتباطنا يعني قريبين من اللحج، نرتبط يعني باللحج ارتباط يعني وثيق بالنسبة يعني للشرح.
ما يميز الركلة الصبيحية هو التنوع في أدائها، حيث تنقسم إلى أكثر من 4 ركلات، أشهرها الركلة الكرعمي والتي نسبت إلى الراكل المرحوم فضل الكرعمي الرجاعي، والذي يعد من أقدم الركالة في منطقة الصبيحة، وكذا الركلة الخفيف والركلة الحديث والركلة الثقيل. هدى شابة منتعز تقطعت السبل بوالدها في فترة الحرب، فعملت في مجال صناعة الزينة النسائية حتى تمكنت من تطوير أعمالها وفتحت محلها الخاص. قصة نجاح تثبت أن الإرادة تصنع المستحيل. نصب عينيها فرح لا ينتهي، تحاول رسم الجمال في قلوب الآخرين ومحياهم. شابة في مقتبل العمر وطالبة جامعية تسعى بكل جهدها لإثبات ذاتها عن طريق العمل في مشروعها الخاص المتعلق بمواد التجميل والمستلزمات النسائية. قصة ترويها هدى. الفكرة بداية الأوضاع والصعوبات اللي لاقيتها تعز، فكان ما فيش مصادر رزق أو كذا، لأن تقريبا الدنيا كلها تقفلة، اللي يشتغل واللي ما يشتغلش، العامل والموظف واللي مش موظف. فالحمد لله أنني بديت أول شيء الإكسسوارات كانت بسيطة، أشغال يدوية بديت، فتحت المحل بهذه الحاجات البسيطة، والحمد لله دخلت المطبوعات الآن، دخلت الملابس النسائية وزي ما تشوفين الآن، يعني في حاجات تطور الحمد لله. كيفية العمل تختلف، فهذه المواد التي تسعى جاهدة في الحصول عليها بشرائها ثم بيعها، بالإضافة إلى تنسيقها بين العمل والدراسة وكفالتها لأسرتها، جعلها محط إعجاب الكثيرين. من البداية كنت متخوف من الوضع اللي نفيبه، وأكثر شيء كنت متخوف منه المرأة ذات نفسه، كنت أخاف من الانتقادات، لقيت شوية انتقادات بس الحمد لله تأقلموا على الوضع وشافوا إنه محل فيه بوبين أفضل بكثير إنه تتعاملي مع بالذات بخصوص الملابس وكذا. الحمد لله كل أهلي وقفوا معي، أم وأبي وليني في بالآن الحمد لله بفضلهم، والكل واقف معي. مساعدة ابنة أختها لها يعني لها الكثير، فهذا ما يجسد طبيعة التكافل الأسري في هذه العائلة. العمل عبادة، لكنه في ظل هذه الظروف أصبح جهادا لا بد منه. حاجة حلوة جدا إن الواحد يعتمد على نفسه، يطور ذاته بذاته، ما ينتظرش حد إنه يطوره. الإنسان حلو لما يبني نفسه من نفسه. حلمي إنني أوصل الكراكيب للقمة، لو بيدي يعني الكراكيب هذا يظل يسجل ماركة عالمية. إن شاء الله يعني حلمي في بقى، وإن شاء الله مشيش أي ظرف أو كذا يحطمني طموحي في بقى، لأن حلمي في بقى كبير وتعبي في بقى أكبر. شعور جميل أن تزرع الابتسامة في قلوب الآخرين، لكن الأجمل أن تزرعها في قلبك وأن تعطي أكثر مما تأخذ. هكذا تجسد المرأة قدرتها على الاستمرارية في ظل ظروف الحياة الصعبة. في بادرة إنسانية مهمة وملفتة للانتباه، خصص محل حلاقة في مدينة البيضاء يوم حلاقة بالمجان للأطفال اليتامى في تجربة لاقت استحسان كبير. بأنامله البيضاء التي تمسك بمقصه الحنون لتمسح على رأس طفل فقد من يهتم به، إنه الحلاق إسحاق الذي قام بتخصيص يوما لحلاقة رؤوس الأيتام. كل واحد يجيب ابنه يحب له ويهتم به، بس اليتيم ما حد يجي يهتم به. بس أنا قررت أننا نصلح هذه البادرة، وهذا واجبنا ومفروض أننا نسويها كلهم، فهذا أقل شيء أنا أقدر أنا أقدمه لليتيم. هذه لفتة كريمة من الأخ إسحاق، وحثنا على رعاية الأيتام وليس على إسحاق، علينا جميعا. قد يكون هذا العمل بسيطا، لكنه يعني لهؤلاء الأيتام الشيء الكثير. إنه يجدد فيهم روح الأمل بأنه ما زال لديهم من يهتم بمظهرهم ويعوضهم عن فقدان آبائهم. والله هذه مبادرة خير،
والله ورسوله أوصوا باليتيم، وهذا أقل حاجة نفعلها تجاه اليتيم. واليتيم على الناس جميعا أن يعتنوا به، وهذه رسالة أوصلها للناس أجمعين. قد تكون هذه مبادرة بسيطة، بس أنها تعلمنا على أن نكون نساعد اليتيم ولا نهتم فيه، وهذه مبادرة من الأخ إسحاق جيدة، ونكون من المجتمع أنه يلفت لفتة حول هذا الشيء الطيب، وجزاها الله خير اللي بيقوم بهذا الشيء. تشجعنا هذه المبادرة البسيطة على تجسيد روح التعاون والتكافل في أوساطنا، وتحثنا على البذل والعطاء لهؤلاء الأيتام ولو بالشيء اليسير. الآن مع مجموعة من الأخبار القصيرة. قالت مصادر محلية إن أهالي حارة أحوال الثلاث بمديرية الظهار بمحافظة إب انتخبوا الأستاذة أمل الخولاني لتصبح عاقلاً لحارتهم. تنصيب امرأة عاقلاً للحارة هي الأولى من نوعها في اليمن. كشفت تحقيقات أن وزارة الخارجية الأمريكية صادرت بشكل غير قانوني المئات من الجوازات الأمريكية من أصول يمنية، حسب ما أفادت منظمات وصحيفة نيويورك تايمز. وحسب تقارير المفتش العام بالوزارة الأمريكية، فقد تأكد من التحقق من جوازات السفر 31 مواطنا أمريكيا على الأقل يحاولون الحصول على سجلات حيوية وأوراق أخرى من سفارة الولايات المتحدة في اليمن. حقق منتخبنا الوطني ميداليات ذهبية لفئتي الفرد والزوجي للبطولة الأسيوية الثالثة للتنس التي أقيمت على ملاعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث تم تكريم الفائزين وحكام البطولة والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات المشاركة في البطولة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية صدى الأسبوع، شكرا لمتابعتكم. إلى اللقاء.